خليني النهارده كده قبل يعني ما اتكلم معاكم في اي مواضيع خاصه بالبرنامج، عايزه اقول لكل بنت ولكل ست، اوعي تكملي في علاقه انت شايفه الريد فلاج فيها من الاول. وعلشان تفهموني هقول لكم كده على بلاطه، صحتك النفسيه اهم من اي حاجه واهم من اي حد. صحتك النفسية دي هي اللي في الأساس مسؤولة عن كل حاجة تخصك بدنيا وتخصك جسديا كمان وتخص كل حاجة في حياتك، لأنه ببساطة نفسيتك هي اللي بتقود الدفة في حياتك. لو انت مش مبسوطة كل حاجة في حياتك مش هتبقى حلوة وملهاش طعم، لو انت سعيدة وراضية وعارفة تتكيفي هتلاقي كل حاجة في حياتك بقى ليها طعم وكل حاجة في حياتك بقت شكلها جميل وحلو على قد ما بتقدر. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ يعني الكلام ده انا بقوله عشان عايزة ابدأ معاكم حلقتنا النهاردة بالفنانة اللي كلنا بنحبها، الفنانة شيرين عبد الوهاب. طبعا بلا ادنى شك كلكم متابعين الاخبار اللي بيتم تداولها من امبارح بخصوص مشكلتها مع اسرتها، تحديدا مع اخوها ومامتها، بخصوص المشكله النفسيه اللي هي بتعاني منها. طبعا هي بقالها فتره بتعاني من مشاكل نفسيه، وده كان بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب. ولب المشكله هنا ان اسرتها عايزين يجبروها على احتجازها في المستشفى علشان تتعافى وتاخد فتره نقاهه من كل المشاكل دي، خاصه بعد ما تم الصلح بينها وبين حسام حبيب، بالاضافه طبعا ان هي تنازلت عن كل القضايا اللي كانت بينهم وقالت ان هي استردت كل اللي اخده منها حسام حبيب في الفترة اللي فاتت دي على طول. وطبعا كلها أخبار صادمة بالنسبة لكل جمهور شيرين عبد الوهاب في العالم العربي كله. الصفحة الرسمية للنيابة العامة أكدت أنه النيابة لسه بتحقق في البلاغ اللي قدمه المحامي الخاص بشيرين عبد الوهاب ضد أسرتها، أنهم ضربوها وأجبروها على الدخول للمستشفى. المسؤولين في المستشفى كانت أقوالهم متضاربة جداً، فطبعا لازم كلنا نركز جدا اننا ما ناخدش اي حاجه جديده تخص الفنانه شيرين الا لما النيابه بنفسها تعلن عن تفاصيلها. الحقيقه انا بشوف انه شيرين ما تستحقش كل اللي بيحصل معاها ده، خصوصا من كل اللي حواليها. شيرين موهبه كلنا بنعشقها، وصوتها واغانيها دايما بيعبروا عننا. محدش ابدا يحب يشوفها في حاله نفسيه سيئه ولا تكون بتمر بكل المشاكل دي. ربنا يكون في عونها ونرجع نسمع عنها اخبار حلوه كتير جدا الفتره اللي جايه. وانا عايزه اطلب طلب من كل جمهور شيرين اللي بيحبها. الفنان بما انه هو شخصيه عامه ويمكن اسراره وتفاصيل حياته بتكون مستباحه ومباحه للجميع، فشيرين هتكون قويه الفتره دي بيكم. فأرجوكم أقفوا جنبها للناس اللي بتحبها، أقفوا جنبها، ما تكتبوش حاجات على السوشيال ميديا توجعها، ما تضربوش فيها جامد، ما تنقلوش أخبار تكون كاذبة عنها، لأنه شيرين لو بتمر بحالة نفسية فالحالة النفسية دي هتسوء وهتتدهور أكتر لو لقت إن جمهورها اللي بتحبه واللي بيحبها بيكتب عنها كلام مش حلو. فالفنان تحديدا نفسيته بتفرق معاه جدا جدا لانه بيبقى حساس، وبما انه عندها كمان اولاد فكمان اولادها يعني اكيد ممكن يتاخدوا في الرجلين في المشاكل اللي بتحصل دي، ونفسيتهم ممكن تسوء جدا جدا من اللي بيسمعوه عن مامتهم. فشيرين عبد الوهاب فنانه كبيره وفنانه جميله، وكلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا اسرار بس كلنا قادرين نخبيها، لكن هي مش قادره تعمل ده لانها شخصيه عامه. فزي ما بنكون محتاجين حد يقف جنبنا ويرحمنا ويختلق لنا الاعذار، لازم نعمل كده مع الفنانه اللي احنا بنحبها اللي عملت لنا اغاني اسعدتنا، ولما كنا في مود وحش سمعنا اغانيها اتبسطنا ورقصنا وشغلناها في افراحنا وفي مناسباتنا. فارجوكم رفقا بشيرين وقفوا جنبها، لانه انتوا اللي هتكونوا السند والظهر ليها الفتره الصعبه اللي هي بتمر بيها دلوقتي. ورجاء من كل بنت ولكل ست انها تخلي بالها كويس جدا من نفسها ومن صحتها النفسيه، تعرف وتحط كلامي ده حلقه في ودانها،
شغلك ثم شغلك ثم شغلك ثم انت ثم انت ثم انت، نجاحك هو اللي هيحافظ عليك يا حبيبتي. خليكي قويه وخليكي قادره ان انت تكوني ضد الصدمات. اعتبره او اعتبري ان الضربه اللي مش بتموتني بتقويني.